شكرا جزيلا لك زميلي محمد سعدون الكواري، والشكر موصول أيضا لضيفيك العزيزين. جماهير فريق ليفربول عندما تحضر مباراة الريتس في الأنفيلد فهي تحضر لمسرحية قبل أن تكون مجرد مباراة في كرة القدم. في معقل الأنفيلد المذهل والمفزع والأسطورة والرائع، خاصة في حضور عشاق فريق ليفربول الذين لم يخسر فريقهم لحد الآن، الوحيد الذي لم يخسر فريق ليفربول هذا الموسم. نلعب الجولة 20، آخر مباراة لسنة 2018، آخر قمة لهذه السنة قبل القمة الأولى في بداية السنة الخميس المقبل أمام المان سيتي في ملعب الاتحاد. الفريق ليفربول لاينز توريرو، وكرة صعبة توريرا، رمسي، تشاكا، أوباميونغ، وأيوبي في غياب لاكازيت الموجود في كرسي الاحتياط، ليس في غيابه ولكن في وجود لاكازيت في كرسي الاحتياط في هذه الوقت. ساديو ماني، ساديو ماني، ماني، وفيرمينو، الكرة ضربت في صلاح وراحت مباشرة ضربة مرمى. الفهد السنغالي انطلق بعدما استلم مرة كالسهم أمام الأول، ترجع الكرة من فابينو، الحكم لم يقل شيئا، كرة خطيرة المنبع. يا ساديو ماني من أمام لشتاينر المدافع السويسري في تشكيلة فريق أرسنال أمام أنظار مايكل أوليفير، حكم هاته عندما يكون لديك حارس اسمه أوليسون لا تخاف يا ليفربول. استلمها النيجيري، اختطف الكرة وانطلق فيرمينو، كرة بينية، يوبي توزيع خطيرة، جول، بابا 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 يوبي ومايتلاند لاينز، وجول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، أول هدف مايتلاند لاينز. يا سلام يا سلام يا سلام، سنشهد مباراة صلاح بابا بابا، جول فيرمينو يعدل النتيجة لليفربول. يا له من توهج ويا لها من هجمة، الكرة تقريبا خافت لوحدها ودخلت، دفاع أرسنال كله ساقط، الكرة وجدها أمامه فيرمينو حطها في الجول، خامس أهداف فيرمينو، استلمها، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة بابا بابا، جول فيرمينيو، جاء من ريو دو جانيرو لليفربول، استلم كرة راوغ، دخل وسدد عمق لكولاسينو، جو خطيرة، بابا بابا الحكم مصطفي، هاي للكرة، وضع التسلل، نعم يقول حق كرة ساديو ماني، بابا بابا ماني ماني ماني، على الجهة اليمنى كرة خطيرة، مايت مودلايلز، المخالفة يلعبها بينية مع توريرا، بابا خطيرة، ووضع التسلل يشير لها الحكم ويقول مصطفي بأنه ليس هناك وضع التسلل. هاي الإعادة هنا، ريتم عالي يا لوكاس، أول مرة يلعب في الأنفيلد مثل ما أوناي إمري أول مرة يشرف على أو يكون مدرب في ملعب الأنفيلد في مواجهة فريق ليفربول. هذا توريرا مع ذلك لعب 20 مباراة من بينها، سيفضل الكرة البعيدة، بابا جول، خرج القط الصغير محمد صلاح في القائم الثاني وحطها على طبق لصاني، الثالث في الدقيقة 32، روبرتسون ببراعة، صلاح هرب على الجهة اليسرى، مررها لساديو ماني، وجول صعبة كثير يا أرنولد، خلاها لشاكيري، الركنية تنفذ خطيرة، أليسون